السيدات والسادة، سلام الله إليكم جميعا، سلاما لكل مشاهدي قناة المحور وبرنامج الصديقان، سلاما لكل مصرنا العزيزة الغالية في هذا اليوم المبارك. نقدم إليكم وأنا بصحبة أخي وصديقي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين، اللي دايما بكون سعيد وفرحان جدا بوجودي مع حضرته. ما اقدرش اقول برحب بالشيخ مظهر، اقول انا بشكره ان هو بيصطحبني معه في العفو يا ابونا، هذه ربنا الحلقة. العفو ربنا يكرمك. تحياتي لفضيلتك يا شيخ مظهر في الله هذه الحلقة. يخليك يا ابونا، جزاك الله خيرا. اعزائي المشاهدين، حلقتنا النهارده من برنامج الصديقان كما تعودنا كل جمعه الساعه 8 مساء، فيها الكثير والكثير من الفقرات. اترك اخي وصديقي فضيله الشيخ مظهر يرحب بيكم ويقول لكم ايه محتوى الحلقه النهارده ان شاء الله. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الصديقان، النهارده 10 يوليو 2020. النهارده هنتكلم في طبعا واجب العزاء للفريق العصار، واجب العزاء للفنانه الكبيره رجاء الجداوي، وعزاء اخر ابونا برضه هيكلمنا عنه كمان شويه. وهنتكلم معاكم عن موضوع اعتقد يعني حصل حواليه يعني نقاش كبير على وسائل السوشيال ميديا في الاسبوع الماضي، وهو موضوع التحرش الجنسي. مين السبب في التحرش؟ البنت اللي لابسه لبس قصير، ولا الولد هو اللي متحرش حتى لو البنت لابسه لبس مش قصير؟ نتكلم في مثل هذه الامور. اسمحوا لي نبدا اولا بتقديم واجب العزاء لاسره معالي الفريق محمد العصار وزير الدوله للانتاج الحربي، وايضا العزاء للقوات المسلحه، والعزاء لوزاره الانتاج الحربي، والعزاء لشعب مصر كله في وفاة الفريق محمد العصار. هذا الرجل الوطني المحترم رمز من رموز العسكرية المصرية ورمز من رموز الوطنية المصرية، اللي عاشر وعرف الفريق محمد العصار الله يرحمه عن قرب، يعرف يعني مين هو الفريق العصار، سواء من ناحية الوطنية، سواء من ناحية العسكرية، سواء من الثقافة، من أدب الحوار، من الابتسامة، من الهدوء، من التفاوض، يعني في أسمى معاني التفاوض. رجل كان رجل دولة بحق. وأنا أبونا يسمح لي أن أنا أقول لحضراتكم أنه الفريق العصار أنا علاقتي به بدأت في عام 2011. كان هو في القوات المسلحة مساعد لوزير الدفاع، وكان عضو المجلس العسكري، وكان من الرموز العسكرية اللي بتجري نقاشات مع رموز الثورة المصرية في وقتها، أو الشباب اللي هم يعني بيقودوا الثورة أو الرأي العام المرتبط بالثورة المصرية في 2011 في وقتها. بدأت علاقتي بيه في 2011، ويمكن أنا فاكر أول يوم قابلته كنا في فندق تريمف في مصر الجديدة، وكنا في لقاء يعني جمع 4 من رموز الثورة، وثلاثة من رموز الثورة، وثلاثة من رموز العسكرية المصرية هو كان فيهم. وكان رجل ودود إلى أبعد مدى، وكان رجل حكيم في قراراته، وكان رجل يشعرك بالطمأنينة وبالمحبة وبالإخوة وبالأبوة وبكل شيء جميل لما تقعد معاه تتكلم في أي موضوع يخص مصر أو في أي موضوع يخصك أنت شخصيا، يعني يبدي رأيه بمنتهى الأمانة والصدق والوضوح إلى آخره. وأنا هحكي لحضراتكم في عجالة كده موقف إنساني عمله معايا الفريق العصار الله يرحمه. في يوم اتصل بيا صباحا أحد الأصدقاء بيقول لي إنه ليه صديق، رجل صديقه ابنه دخل الجيش النهاردة، لكن أمه توفيت النهاردة، يعني أمه توفيت وهو في الطريق علشان خاطر يروح مركز التدريب، وإن هو يعني والده نفسه أن الولد ده يحضر عزاء والدته ودفنة والدته، كانت موصية بحاجة زي كده، وتقريبا كانت بتحبه، يعني كان في كده ارتباط بينه وبين والدته، فأمه يعني هو كان عاوز أن ابنه يحضر العزاء. كلمنا صديقي ده، أنا قفلت التليفون وكلمت اللواء العصار، كان ساعتها اللواء محمد العصار الله يرحمه، كلمته قلت له سيادة اللواء فيه موقف إنساني، قال لي هو، قلت له كذا كذا كذا، واحد رايح النهارده مركز التدريب وامه ماتت وهو في الطريق، وابوه نفسه ان هو يحضر العزاء. طبعا تعرفين حضراتكم في المواقف دي بقى صعب جدا ان انت يعني واحد رايح مركز تدريب، يعني اول يوم النهارده لسه حتى ما مضاش، يعني الراجل قال لي طيب هات اسمه وبياناته، اديت له اسمه والبيانات. انا مش عايز اقول لحضراتكم نص ساعه، وكان الولد ده حاصل على اجازه 3 ايام ورجع تاني علشان يحضر
دفنة والدته وجنازة والدته ويقعد في البيت 3 أيام يتلقى العزاء مع والده، وبعد كده راح مركز التدريب. الجيش المصري دي مواقف بتتكرر كتير مع الجيش المصري، بتبقى مواقف إنسانية بيتميز بيها الجيش المصري والقوات المسلحة، إن واحد يكون عنده ظروف والدته تعبانة أو والده توفي أو فيسمح ليه إن هو ياخد أجازة. لكن شوفوا اللي هو العصار أو الفريق العصار الله يرحمه، العجلة والتفهم للمواقف الصعبة ديت، وإزاي إن هو يخدمك في نفس اللحظة، والواد يروح يحضر دفنة والدته ويحضر عزاء والدته، والحاجات دي بتبقى تساوي كتير قوي عند صاحب الموقف نفسه. الله يرحمه آخر مرة شفته فيها كان في عزاء في عمر مكرم، أعتقد عزاء وزير الاتصالات السابق، وكان دايما لما يجي يعني أقابله ويقابلني بابتسامة وبحضن، وكنا قبل كورونا طبعا بفترة بسيطة يعني، كان رجل ودود، وكم مرة خدمنا وكم مرة قابلنا بحب ومعطاء للبلد ومعطاء لكل اللي حواليه، كان رجل عظيم يعني زعلنا عليه زعل كبير. كنت كل مرة اطلبه فيها بالتليفون يرد من أول جرس أو من تاني جرس بالكتير. المرة الوحيدة اللي طلبته فيها وما ردش كان مريض، وقعدت اطلبه وما يردش، كنت عاوز ابارك له بمناسبة انه بقى فريق ومش عارف ان هو مريض. فاتصلت بأحد الأصدقاء اللي بينا يعني، قلت له الفريق محمد بتصل بيه ما بيردش، هو في حاجة ولا إيه؟ قال لي هو مريض وادعي له إن ربنا يشفيه. فبعدها طبعا سمعنا خبر الوفاة، الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته. وهختم في قصة الفريق العصار بالشكر الواجب علينا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللمحة الإنسانية، إن هو يرقيه لرتبة فريق شرفي ويمنحه وسام النيل في فترة مرضه في آخر أيام حياته. التكريم للفريق العصار في آخر أيام حياته وهو عايش له ثمن كبير جدا ويساوي كتير قوي عند الفريق العصار، وتكريمه وهو حي بيبقى أفضل 100 مرة من تكريمه وهو ميت يعني. فاللمسة الإنسانية، طبعا الرئيس كان عارف أنه مريض والراجل يعني ربما في آخر أيام حياته يعني، فالرئيس حب يفرحه وحب يكرمه وحب يحسسه ان مصر مش ناسيالك اللي انت عملته عشانها، والجيش مش ناسيلك اللي انت عملته، وانا كرئيس جمهوريه مش ناسي دورك اللي انت قمت بيه وقت ما كنت في الجيش المصري او حتى وزير الانتاج الحربي. فكان تكريم في وقت حساس جدا يساوي كتير قوي ويعبر عن انسانيه رائعه يتحلى بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان كده انا بشكره كمواطن مصري على هذه اللمحه الإنسانية، وأبونا أكيد عايز يقدم كمان واجب العزاء. يتفضل. العزاء، كل العزاء الآن. أدركت ما انتهى إليه صديقي فضيلة الشيخ مظهر شاهين من قصة تكريمه على يد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدركت الآن قيمة وقامة هذا الرجل الذي هو أحد نبلاء جيشنا المصري وأحد وجهاء الجيش في فترة من بعد أحداث 25 يناير 2011 حتى يوم انتقاله. العزاء لأسرته والعزاء لكل هيئات وجنود الجيش المصري، والعزاء لوزارة الانتاج والدفاع ووزارة الانتاج الحربي، والعزاء لكل شعب مصر، والعزاء لأسرته في انتقال الفريق محمد العصار. أعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونقابلكم بعد الفاصل، تابعونا. الله أكبر. السيدات والسادة، يعني في تقدمنا من برنامج الصديقان لواجب المشاركات، فقدنا وفقدت الأوساط المصرية والفن المصري يوم الأحد الماضي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي. ولا نتحدث بحكم يعني أن احنا متخصصين في أدائها وفي فنها، ولكن واجبنا ونحن نشعر بمدى الفداحة التي خسرناها وخسرها الوسط الفني هذا الأسبوع يعني اختفاء وانتقال الفنانة الراقية رجاء الجداوي إلى الأخضر السماوية. يعز علينا بعد مشوار طويل عمره تقريبا 82 سنة، مثلت فيهم تقريبا 62 سنة وهي بتمثل، وتدرجت في أكثر من مكانة وأكثر من مجال، بدأت كعارضة أزياء ثم اشتغلت في بعض التخصصات الأخرى إلى أن تبوأت مكانتها في عالم الفن. قدمت أدوار لا يمكن أن ينساها الوسط الفني أبدا ولا ينساها المشاهد المصري، وعاشت 43 يوم تقريبا
في العزل الصحي في مستشفى الخليفة بالإسماعيلية نتيجة طبعا إصابتها بفيروس كورونا، وعز علينا ونحن نتابع الحالة الصحية لها باستمرار إن احنا أمام يعني موقف رهيب سوف يمر به الإنسان وهو يلقى ربه في الأيام الأخيرة. أوصت في وصيتها أنها تدفن بجوار خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وأدت دورها بكل الصدق، وكان حينما يتصلون بها نجدها أنها راضية بقدرها وراضية بمصيرها، وكانت تستغفر الله في أيامها الأخيرة كثيرا وتدعو الجميع إلى التزام، وياما وجهت نداءات من داخل المستشفى إلى جموع الشعب المصري بالالتزام بالاحترازات الواجبة الاحتياطية لمواجهة فيروس كورونا، وكانت بتوجه الناس حتى وهي داخل المستشفى. برنامج الصديقان بيقدم واجب العزاء لابنتها أميرة ولكل أفراد أسرتها الكريمة ولكل العاملين في مجال الفن والوسط الفني. بالفعل قد خسرنا فنانة جديرة بالاحترام والتقدير والتميز، الفنانة رجاء الجداوي. والله شوف يعني رجاء الله يرحمها، اللي عاوز يتعلم الرضا يتعلم من رجاء الجداوي في آخر 43 يوم في حياتها. يعني كنا بنسمع حكايات عن الصالحين والسلف الصالح في موضوع الرضا بقضاء الله وقدره، إنما شفنا مثل حي قدام عينينا تمثل فيه الفنانة الله يرحمها رجاء الجداوي 43 سنة في المستشفى تقرأ قرآن، وكل كلامها أو رسائلها اللي بتتكلم فيها مع الناس 43 يوم، كل الرسائل بتتكلم في 43 يوم دول عن إن هي راضية بقضاء الله وقدره، وإن هي يعني صابرة وإن محتسبة وإلى آخره. فاللي عاوز يتعلم الرضا ويشوف مثل حي قدام عينيه عصرناه وشفناه يتعلم من الفنانة رجاء الجداوي. الحاجة الثانية، أنا برضو يعني ليا مع الأستاذ رجاء برضو يعني حكايات مواقف. بدأت علاقتي برجاء الله يرحمها في 2013. ايه الحكايه بدات ازاي؟ احكي لكم برضو موقف جميل عن الفنانه رجاء الجداوي تعرفوه النهارده. يوم 9/4/2013 صدر قرار من وزاره الاوقاف الاخوانيه بايقافي عن العمل كامام وخطيب لجامع عمر مكرم، طبعا لاني كنت بهاجم الاخوان الى اخره. يوم 9/4 يعني قبل ثوره 30 يونيو بحوالي 50 يوم. في اليوم ده الإعلام اتكلم عن قرار إيقاف مظهر شاهين، وبدأت تبقى فيه مداخلات تليفونية مع الأستاذة لميس الحديدي، مع الأستاذة ريهام السهلي، مع غيرهم. فعملت مداخلة مع الأستاذة لميس ومداخلة مع الأستاذة ريهام السهلي، وكان على الجانب الآخر معايا في المداخلة وزير الأوقاف الإخواني الدكتور طلعت عفيفي. قفلت مع الأستاذة أعتقد لميس أو ريهام السهلي على ما أذكر، لقيت تليفوني بيرن، برد الو مين؟ قالت لي يا مولانا انا رجاء الجداوي، ازيك يا استاذ رجاء عامله ايه حضرتك؟ انا شفت المداخله وسمعتها، والله انت صعبان عليا وانا متعاطفه معاك قوي، وما تسيبش حقك يا ابني وشد حيلك، وان شاء الله ربنا هينصرك عليهم وهينصرنا عليهم، ولو احتجت حاجه مني انا تحت امرك، كتر الف خيرك، وده تليفون غالي عليا. وقد ايه بقى التليفون ده في التوقيت ده، الطبطبه دي على الواحد في وقت هو مظلوم فيه بيبقى ليها ثمن غالي قوي. وقت الازمه اللي يجي يتعرف عليك وقت الازمه ده ما تنساهوش ابدا. ما هو وقت الافراح يا بونا الناس كلها حواليك، لكن وقت الازمه قليل اللي بيبقى حواليك يعني. فضلت بقى علاقتي بيها تليفونات، ونتقابل في اماكن عامه ونتصل نطمن بعض، لحد العيد اللي فات قبل العيد بيومين انا بتصل بيها علشان يعني اعيد عليها واقول لها دورك في المسلسل وانت محجبه كده يعني شكلك قمر في الحجاب وبتاع، كنت احب اهزر معاها يعني. فردت عليا بنتها اميره، قالوا ايوه مين؟ ايوه استاذه امين. قالت لنا اميره يا شيخ مظهر بنتها الماما تعبانه شويه. قلت لها خير كورونا ولا ايه؟ قالت لي اه ظهر كده كورونا، لان عن هي سخنه وتعبانه، ادعي لها ان ربنا يشفيها. فقلت لها لا ما تسيبيهاش بقى يعني، شوف المستشفى روحيها يعني ما تهملوش في الموضوع. قالت لي لا احنا مش مهملين وان شاء الله ربنا يكرم وكده. تاني يوم بقى الدنيا كلها عرفت ان رجاء الجداوي راحت مستشفى العزل الى اخره، وده كان اخر اتصال بتصل بيها هي. فردت عليا بنتها اميره، انا بعز اميره وبعز الشعب المصري وربنا يرحمها. رجاء دخلت بيوتنا وخرجت، لا جرحت بيوتنا ولا سمعنا منها لفظ خارج ولا شفنا لها مشهد خليع ولا حاجه، من الناس المحترمه وربنا يرحمها رحمه واسعه ان شاء الله تعالى ويسكنها فسيح جناته. مش عارف فضيلتك برضو، انا يعني باسم فضيلتك وباسم برنامج الصديقان
أيضا بنشارك معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج مشاعر فقدان أختها السيدة أميمة القباج وزوجها زوج أختها الأستاذ جمال على فقدانهم في يوم واحد، يعني وفاتهم يوم الثلاثاء الماضي في يوم واحد، كانوا في مصيف في الساحل الشمالي وبعد كده هو السيد جمال تقريبا يعني غرق في المية، خبر وفاته انتشر ويعني تسرب إلى زوجته السيدة أميمة التي يعني بسرعة أو فجأة أصيبت بأزمة قلبية حادة وانتقلت هي الأخرى إلى جوار ربها في نفس اللحظة والتو. فإحنا في وسط هذه المشاعر الجياشة بنطبطب أيضا على معالي الوزيرة كإنسانة، نعرف أنها وقفت مع كثيرين ووقفت في تواسي الكثيرين في مواقف عديدة وهي وزيرة التضامن الاجتماعي، لكن جه الآن أن إحنا كشعب نطبطب عليها ونقول لها يعني ربنا يكون في عونك والصبر والسلوان لك ولكل أفراد الأسرة، ويا رب كده هو يسكن الراحلة سيدة أميمة وسيد زوجها السيد جمال فسيح جناته، وندعو لكم بكل الصبر وكل السلوان على فقدانكم اثنين في يوم واحد من أفراد الأسرة الكريمة البقال لله. صادق الأعزاء مع الوزيرة ربنا يرحمهم رحمة واسعة طبعا، ويعني يصبر أولادهم ويصبر الأسرة كلها، الزوج ومراته بينهم وبين بعض 4 ساعات، ده ارتباط روحي بين الزوج وزوجته، يعني الزوجة تسمع أن جوزها مات فهي كمان تموت بعد منه 4 ساعات، بيبقى ده شيء من الارتباط الروحي بينهم نتيجة العشرة والحب والمودة اللي بينهم، ربنا يرحمهم رحمة واسعة. وكأن الزوجة يعني رفضت أن هي تبيت ليلة في الدنيا لوحدها من غير جوزها، يعني كأن الزوجة رفضت أبت إلا أن تكون إلى جوار زوجها في أول ليلة له في قبره، فيعني منتهى الوفاء ومنتهى الإخلاص، وهذا قضاء الله وقدره، إن لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبركم جميعا. ننتقل لبعض الموضوعات يا أبونا بقى. أول خبر أردوغان أفندي. أي. أردوغان رئيس تركيا عايز يحول كنيسة اللي هي اسمها كنيسة القديسة صوفيا، ودي كنيسة عمرها أكتر من 1400 سنة من قبل الإسلام ما يجي وهي موجودة في تركيا، هو عاوز يحولها المسجد. طبعا المتشددين هيقولوا تكبير ويكبروا، المتنطعين في الدين هيظنوا إن هذا انتصار عظيم لخليفة الإخوان بتاعهم، الـ 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 الأغبياء اللي مش فاهمين دينهم صح هيظنوا إن ده يعني انهزام للمسيحية وانحسار لنفوذ أوروبا في دولة الخلافة الإسلامية تركيا، وده تمدد إسلامي وتكبير، وهذا هو يعني أردوغان الذي ينصر الإسلام والمسلمين. طبعا دي كلها أفكار لا يعرفها الإسلام، وهي أفكار تنطع. الإسلام بريء من مثل هذه الأمور الـ يعني الخبيثة والعبيطة والهبلة وكل شيء. كنيسة دي حق، ده إرث للديانة المسيحية في تركيا، ليس نصرا أن تحوله إلى مسجد ولا أن يصلي المسلمون فيه، بل الانتصار للإسلام أنك تبقي عليها ككنيسة وتقول للعالم كله آدي الإسلام بيحترم الكنائس، حتى وإن لم يكن لدينا مسيحيون لكن إحنا بنحترم الكنائس وبنحافظ عليها احتراما لديننا اللي هو الدين الإسلامي. الفاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم موضوع التحرش وموضوعات أخرى مهمة جدا بعد الفاصل بإذن الله. الله أكبر. يوم الأحد الجاي إن شاء الله إخواتنا المسيحيين هيحتفلوا بعيد أو نهاية صيام الرسل. صيام الرسل استمر 34 يوم، يعتبر كان السنة دي يعني وسطي، وعلشان كده أنا بتقدم بصادق التهاني لقداسة البابا تودروس الثاني وكل الطوائف المسيحية، وبتقدم بصادق التهاني لكل إخواتنا المسيحيين في مصر كل عام وأنتم بخير. كل عيد طبعا عند اخواتنا المسيحيين بيبقى ليه طقوس معينه، زي بالنسبه لنا برضو عيد الفطر له طقوس وعيد الاضحى له طقوس اخرى. احنا في الاضحى بيبقى فيه بقى اللي عاوز يذبح الاضحيه بعد صلاه العيد ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين، ونروح البيت نفطر برضو لحمه والى اخره. اكيد الاعياد عند اخواتنا المسيحيين برضو لها طقوس. معايا على التليفون الاستاذ مينا سعد. استاذ مينا اسعد، تحياتي يا استاذ مينا.
يا أستاذ مينا. طيب هنحاول نكلمه تاني، بس أنا هنتهز الفرصة ديت عشان أبونا يكلمنا عن ماذا يفعل الإخوة المسيحيون يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. كل سنة وأنت طيب يا أبونا. تعيش يا مولانا، مش عارف أقول لفضيلتك إيه بالظبط، يعني دايما سباق في تقديم التهنئة وبتطلع منك زي السكر كده يعني. ده واجب يا أبونا. من قلبي طبعا بشكر أخي وصديقي فضيلة الشيخ مظهر على هذه التهنئة الرقيقة الجميلة لكل جموع الشعب المصري بمسيحيه ومسلميه أيضا في أي مناسبة. الصوم هو واحد هنا أو هنا، والمناسبة هي واحدة هنا أو هنا، فلكن يعني بأختص المسيحيين بصوم الرسل اللي بينتهي يوم الأحد القادم. إن شاء الله هيكون في صلاة القداس الإلهي مسموح بها بأعداد محدودة جدا جدا، نلتزم داخل الكنائس بكل الاحتياطات الواجبة اللي بندعو الله طبعا أنه لا يصاب أحد بكورونا أو يعني يتأثر بهذا الفيروس، ولكن أرجوكم ما يحصلش طبعا تزاحم داخل الكنائس. هي أي نعم مناسبة حلوة عندكم لها معنى ولها مغزى، فصوم الرسل يعني أشار لأنه أي حاجة نعملها من أجل ربنا يسبقها صوم، وده الصوم اللي اتعمل في صوم الرسل. كان التلاميذ الحواريين اللي هم تلاميذ السيد المسيح إن هم أول ما بدأوا خدمتهم بدأوا يصوموا، وصاموا صوم وبعد كده نزلوا يخدموا، عشان خاطر تدي إشارة ومعنى إن الإنسان لما يعمل حاجة في حياته يعني يقدم ربنا في كل شيء. فأنت ممكن تقدم ربنا قبل وبعد أي حاجة عشان خاطر الحاجة تتبارك والحاجة تكون يعني بين إيدين ربنا. طب نشوف أستاذ مينا على التليفون تاني. اتفضل أستاذ مينا، أسعد تحياتي. أهلا بيك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، وحشتك خالص يا أستاذ مينا. كل سنة وسعادتك طيب والأسرة كلها طيبة بقى بمناسبة عيد الرسل. عيد الرسل، قول لي العيد الرسل بيختلف عن غيره من الأعياد، وايه الطقوس اهم الطقوس فيها تكون ايه؟ طيب احنا بننهي صوم الرسل اللي قعد السنه دي حوالي 33 يوم تقريبا. هو الصوم الوحيد اللي بيختلف فترته من سنه الاخرى. انا عايز انوه بس ان هو اسمه صوم الرسل، احنا مش بنصوم للرسل، احنا بنصوم زي الرسل. تمام. زي رسل المسيح ما صاموا لاجل خدمتهم، احنا بنصوم ايضا لأجل الخدمة. رسل المسيح اللي هم الحواريين يعني. الحواريين بالضبط. تمام. الصوم ده بيبقى مشاركة ما بين الشعب وما بين الخدام، الخدام بيصوموا فيه لربنا عشان يقدموا إن ربنا يسندهم في خدمتهم في رعاية رعيتهم، والشعب بيصوموا لأجل الخدام، لأجل الإكليروس رجال الدين إن ربنا يسندهم في خدمتهم. فهو صوم مشترك ما بين الشعب وما بين الإكليروس. كويس. الصوم ده أول صوم كان في تاريخ الكنيسة، أول حاجة حصلت صاموه بعد صعود المسيح مباشرة الرسل، وبيقعد لحد نحتفل بالفطار في عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس. نعم. الصوم ده بيعتبر من الأصوام الكنسية اللي بيطلق عليها أصوام الدرجة الثانية. درجة ثانية مش إن هو إنها أقل، لا، إحنا في الصوم في درجتين من تناول الطعام. الدرجة الأولى هي اللي بيبقى فيها الأصوام الانقطاعي زي رمضان كده، لا أكل ولا شرب. ولما بنفطر بعد عدد معين من الساعات من تناول النباتات، الأكل النباتي. بعض الأصوام اللي بياكلوا فيها الدرجة الثانية بيصرح فيها بأكل السمك. فده كان صوم من أصوام الدرجة الثانية اللي احنا كنا بناكل فيه السمك، يعني ده اسمه صوم الخدمة. أي نوع من السمك؟ أي نوع من السمك تاكله؟ بأي طريقة؟ كل أنواع السمك، كل أنواع السمك. هو الأكل الصيامي عندنا احنا بناكل في الاساس الاكل اللي كان ادم وحواء بياكلوه لما كانوا في الجنه، كانوا بياكلوا نباتات. فاحنا لما بنصوم بناكل اللي كانوا بياكلوه ادم وحواء. تخفيفا من وضعيه الطقوس الكنسيه ومن اباء الرسل على شعب الكنيسه، لان احنا عندنا حوالي 30 السنه، اكثر من 30 السنه صيام، فبعض الاصوام صرح فيها باكل انواع السمك، يعني كويس عشان خاطر الناس تقدر انها تتعامل معاه تاني. طبعا طبعا طبعا. على كل حال يعني عيد سعيد على سعادتك وعلى الاسره كلها وعلى كل اخواتنا المسيحيين، وكل سنه سعادتك طيب. وكل سنه وانتم طيبين ومصر طيب خير وربنا يديم حضرتك. شكرا شكرا جزيلا شكرا. والله برضه ابونا صيام لذيذ. يعني برضه صوم اكل سمك فصوم بقي، يعني برضه حلو يا مش وحش. لا ما هو بقول لك في نوعين، نوع يعني انقطاع كلي بقى. ممكن مثلا من الساعه 12 بالليل
لحد مثلا الساعة 5 بعد الظهر. وازاي؟ يعني ده الفترة دي كلها مننا كمسلمين في رمضان يعني فيها احنا من الفجر للمغرب انتم مثلا من قبلها بساعتين من الساعة 12 طبعا بتبقى انقطاع عن الطعام. وده لما تيجي تفطر بقى تفطر اكل نباتي بس، مفيش لا لحوم ولا اسماك ولا حاجة زي كده. النوع الثاني بقى اللي هو فيه تخفيف شوية، اللي هو في اضافة السمك. والسمك ده اشمعنى السمك؟ السمك ده تقريبا الاكل الوحيد اللي ذكر في الانجيل اكله السيد المسيح. وبيقول لك انه يعني وجبه مش شهوانيه، ما فيهاش يعني فيها يعني التناسل بتاعها او يعني الانجاب بتاعها مش بالتناسل، بالتبييض. ففي نوع من الزهد كده ونوع من الجمال. ده برضه هو اكل بس اكل لا يحمل معنى الشهوه. الشهوه والحاجه بكده. فكده طب ننقل على موضوع التحرش ولا ايه راي سعادتك؟ يعني ولا في حاجه عايز تتكلم فيها؟ لا انا عايز يعني اقول لفضيلتك ان موضوع التحرش وموضوع الساعه دلوقتي محتاجين نسمع راي الدين في هذا الموضوع، لانه طبعا ناس كتير ادخلت بعض المفاهيم الخاطئه طبعا، وعولت على بعض التصرفات من قبل البنات ان هما السبب في موضوع التحرش، وفي هذا ظلم. فانا عايز اقول عباره يمكن شيخ مظهر قالها احد القديسين في القرن الرابع تقريبا، اسمه القديس امبروسيوس اسقف ميلان. قال بصوا، الانسان اللي ما يقدرش يدافع عن الظلم هو انسان بيظلم. فلما تيجي مثلا قضيه زي التحرش ده دي وتقول مثلا ان كلها نعولها ونحملها على البنت باعتبار انها ذو لبس سافر، ذو مثلا مناقشات، ذو افاز، ذو لمسات، ذو همسات، فبتدي ايحاءات للطرف الاخر مما يساعد على عمليه التحرش. فهذا فهم قاصر جدا جدا ومختزل جدا جدا. فقضيه كبيره لها ابعاد اجتماعيه ولها ابعاد نفسيه ولها ابعاد دينيه حاجات زي كده خالص. صحيح. فانا يهمني فضيلتك يعني تضرب النهارده بمطرقه الله يكرمك عشان تقول القول الفصل في هذا الامر عشان المشاهد الكريم يستفاد. يعني انا هقول لحضراتكم حاجه، انه التحرش مش مرتبط لا بولد لوحده ولا بنت لوحدها. في بنت بتتحرش بولد، في ولد بيتحرش ببنت. له اسباب كتيره جدا، اولها من وجهه نظري الوازع الديني، غياب الوازع الديني عند الشاب المتحرش او عند الفتاه المتحرشه. والتحرش بالمناسبه مش لازم يكون لمس، التحرش بيكون ساعات بالعين نظرة، يكون ساعات بإيماء معينة، إيماءة معينة، ساعات بيكون بكلمات متعارف عليها بتعطي معنى معين، ساعات بيكون برياكشن معين على وشك بتعمله بيعطي هذا المعنى. طبعا بقى بيتطور إلى ألفاظ خارجة، بيتطور إلى لمس أعضاء معينة من البنت أو من الولد، بيتطور إلى إكراه على فعل المعصية أو ما إلى ذلك، بيتطور إلى التهديد باستخدام وسائل معينة للضغط على البنت أو على الولد للاستجابة لهذه الرغبة الجنسية إلى آخره. فالتحرش لما بنتكلم عنه مش التحرش من الولد للبنت ولا من البنت للولد، لا، من الاثنين تجاه بعض. طبعا التحرش حرام بكل أنواعه، النظرة نفسها في الإسلام حرام، النظرة الغلط حرام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، هل البنت بتقع عليها مسؤولية التحرش لو هي لبسها خليع؟ أنا بقول لكم بالبق المليان لا. البنت لو لابسة عريان هذا ليس مبررا للشاب إنه يتحرش بيها. ليه؟ لأن الأصل إن الشاب يغض نظره، ده الأصل، إنك أنت بتغض البصر عن البنت سواء لابسة أو مش لابسة، ده الأصل. الأصل كمان القوة الإيمانية إنك يكون قدامك الشيء قدامك، يعني اللي بيدعوك أو بيجذبك وأنت تمتنع عنه. يعني لو أنت قدام منك واحدة مش مسيرة وواحدة لابسة متغطية وأنت ما انشدتش ناحيتها، هذا لا يعبر عن قوة إيمانك، بل ان قوة ايمانك تبقى في ايه؟ تظهر لما تشوفها عريانة او تشوفها مثلا لابسة لبس مش كامل، ومع ذلك انت تبقى محترم وما تبصش ناحيتها. ولذلك هي عظمة سيدنا يوسف كانت في ايه؟ غض البصر. عظمة سيدنا يوسف مش في انه شاف واحدة وما رضيش يعمل حاجة، لا، ده ان هي تهيأت له، وان هي دعته، وان هي كمان ألحت عليه، وان هي قفلت الابواب، وإن هي ذات منصب وذات حسب وذات جمال، وإن هي قالت له تعالى وهو قال لها لا. يبقى هنا العظمة صح ولا إيه؟ علشان كده ربنا قال إنه كان من المخلصين، من المخلصين، يعني ده بدرجة عالية قوي ربنا اصطفاه علشان هو هذا الشخص اللي توفرت له كل أسباب التحرش ومع ذلك لم يفعل. يبقى أنت عظمتك كشاب هنا
انك تشوف البنت عريانه، او ان البنت كمان تقول لك تعالى، او ان البنت تقول لك انا عاوزاك وانت تقول لها لا انا مش جاي، انا مش هعمل حاجه تغضب ربنا، دي العظمه صح. انما انك تقول لي بقى اصل الشاب اتحرش بيها لان هي لابسه قصير، يبقى انت واحد لا فاهم دينك ولا فاهم الايمان ولا فارق ولا فاهم الفرق بين المسلم الحقيقي وبين المسلم اللي بظروفها. يعني ايه بظروفها؟ يعني والله لو لابسه حشم اديني مش هبص لها، ولو نص ونص اديني هبص لها، ولو عريانه اكتر اديني هروح لها، ولو قالت لي تعالى هجري عليها. هو ده المسلم اللي ايه؟ اللي نص، اللي بالصدفه. انما المسلم الحقيقي، المؤمن الحقيقي او المسيح الحقيقي هو اللي تتوفر له كل اسباب التحرش ويرفض، ويرفض من اول ايه؟ من اول النظره، ان هي تبص له، او ان هي تدعوه بايماءة معينه، او ان هي تلبس لبس خليع مثلا، او ان هي تتوفر له الجو، او ان هي تروح لحد عنده وهو يقول لها لا استغفر الله العظيم انا مش عامل كده، دي العظمه. انما تقول لحضرتك ان البنت سبب لانها بتلبس عريان، ده انت بتتلكك كده، ده انت كده كانك بتتلكك او بتقول للولد اللي يشوف بنت عريانه انت ليك العذر لو عملت حاجه غلط، ما تتفهم كده. وبعدين ما تجيش تقول ده العظمه زي ما قلت لحضرتك. يعني اول قضيه تحرش وربما الوحيده في القران الكريم هي قضيه سيدنا يوسف عليه السلام، ودي امراه ذات حسب وذات نسب ومنصب وجمال وهيئت له كل اسباب المعصيه، لكنه في الاخر قال ايه؟ قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. والقران يقول لك ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. والهم هنا مش زي ما الناس فاهمه ان هو هم ان هو يعمل، لا ده هم ان هو يجري او انه يضربها عشان تكف عن المطارده بتاعته. والدليل على كده ان هم لما جري ناحيه الباب هي شدتهم القميص، قطعت قميصهم من ورا. شوف التحرش لحد فين. وان هي كمان تيجي في ايه اخرى تقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ده هي اللي قالت كده مش هو، شهدت. يبقى شهدت على نفسها وله ان هو بريء من هذا. يبقى العظمه يا اخوانا، الشاب هنا يقاس قوه ايمانه. وانا بكلم بقى الشباب والشعب المصري اهو، وبالفم المليانه اهوت، الشاب يقاس قوه ايمانه لما تتوفر له اسباب المعصيه كامله وهو يكف عنها. يبقى ما تقوليش البنت اللي عريانه بتدعو الشباب للمعصيه، لا ده البنت اللي عريانه بتقيس مدى ايمان الشباب من عدم ايمان الشباب. انا مش بمجد هنا العري او التعاري، لا، لان انا هرجع اقول تاني بقى ان برضه على البنت وعلى ولي الامر ان هو يعلم بنته ما تلبسش عريان، مش علشان خاطر ما حدش يتحرش بيها، لا، علشان خاطر ده عيب، علشان خاطر ده حرام، علشان خاطر محدش يشوف جسمها حتى لو مش هيتحرش بيها، لكن محدش يشوف جسمها، علشان خاطر بنتك غاليه فما ينفعش حد يشوف جسمها، مش علشان خاطر محدش يتحرش بيها. لان انا قلت اهو، حتى لو عريانه، حتى لو قالت لك تعالى، حتى لو قالت لك لحد البيت، لو انت انسان محترم وعندك قوه ايمان هتقول اللي قاله يوسف عليه السلام معاذ الله انه ربي احسن مثواي. انما لو انت هتبرر بقى حضرتك، لو انت هتبرر بقى وتقول لي اصل البنت اللي عريانه هي اللي دعيته، يبقى لو كان يوسف عليه السلام عمل كده كان بقى معذور، صح ولا ايه؟ يبقى بالمنطق ده لو انت قلت لي اصل البنت العريانه هي اللي بتسهل الماموريه للولد او بتبقى سبب ان تدعوه للمعصيه، يبقى من هذا المنطلق لو كان يوسف استجاب لدعوة امرأة العزيز كنا عذرناه بمنطقك انت، لان هي اللي قفلت الابواب وهي اللي دعته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك اهو. يبقى لو كان عمل بمنطقك انت بقى كنا قلنا يا جماعة ده معذور، ده خادم عندها وقفلت الابواب عليه وهددته وعملت له واغوته. انما هنا يوسف ما عملش كده علشان يرد عليكم، يرد على اي واحد بيقول كده، لا يا اخويا تتوفر لك كل اسباب المعصيه يا حبيبي، سواء بقى هي لابسه او مش لابسه، سواء حتى لو قالت لك تعالى، حتى لو قفلت الابواب عليك، حتى لو هددتك بمنصبها او منصب ابوها، ابقى خليك زي سيدنا يوسف وقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي. ويبقى على ولي الامر برضه واجب ان البنت ما ينفعش تروح لشاب لحد بيته، وان البنت ما ينفعش تبعت صور عريانه لواحد، وان البنت ما ينفعش انها تخرج عاريه في الشارع، مش علشان خاطر ما حدش يتحرش بيها، لا، علشان خاطر ده عيب. احنا في مجتمع محترم عاوزين نحافظ فيه على بعض. انا معايا مداخله، اه اتفضل.
أنا آسف طولت يا أبو. معنا الدكتورة ميرفت العدروسي، يعني أخصائية نفسية، نحب نسمع رأيها في هذا الموضوع الشائك اللي هو احنا بنعول على الجانب النفسي انه المتحرش قد يكون مصاب بهذا الامر. دكتورة ميرفت تحياتنا لحضرتك ومرحبا بك في برنامج الصديقان. السلام عليكم. أهلا عليكم وسهلا. السلام، اهلا وسهلا. دكتورة ميرفت، يا ترى يعني شهادتك في هذا الامر؟ انا اولا بعتذر لك ان انت فضلت على الهاتف معنا شوية، انما طبعا هيبقى شرف كبير ان سعادتك توضح لنا الصورة من وجهة نظرك. يعني في الحقيقة قضية التحرش بقت اليومين دول احنا شايفين من الموضوعات اللي على الساحة، يعني منتشرة بشكل كبير، وقضية يعني شائكة. يعني احنا مجتمعنا مثل هذه الموضوعات ما كانتش بهذا الانتشار قبل كده. صحيح. الشخص اللي بيقوم بعملية التحرش او الشخصية اللي بتقوم بعملية التحرش من الناحية النفسية دي شخصية عندها مشكلة، بتعاني من اضطراب سلوكي وسلوك مضطرب. هذا الشخص يقوم بهذا الفعل بهدف ان هو يحقق نوع من اللذة الوقتية، ولا يهتم بشعور الضحية او بانزعاجها. يحرص هو على ان هو يحقق المتعة لنفسه دون النظر للضحية، وربما هو يستمتع كمان بتوترها او بتعب اعصابها. يعني ربما يستمتع بهذا الامر ايضا. احساسه بعد كده باحساسها بالاهانة والانكسار ده بيحقق ليه هو نوع من انواع المتعة النفسية، سايكوبات يعني. وبتشوف ايوه نماذج كثيرة قوي من اللي بيعانوا من اضطرابات الشخصية او الشخصيات السايكوباتية او الشخصيات المضادة للمجتمع او الشخصيات اللي بتعاني من بعض انواع الاضطرابات الانفعاليه، اللي عندهم مشاكل خاصه بالاندفاعيه والتهور وسرعه الاستثاره، بيبحثوا عن اللذه، عندهم ميل للسلوك العدواني والسلوكيات العدائيه، بيميلوا الى تحقيق هذه المتعه من خلال ايقاع الاذى بهذه الضحيه. تمام. طب هل لها علاج يا دكتوره ميرفت؟ ليها طبعا كثير من البرامج العلاجية اللي بنشتغل بيها في العيادات. احنا يعني بنلاحظ ان المشكلة الاساسية في الشخص المتحرش او الشخصية المتحرشة ان هو بيعاني من تقدير الذات المنخفض. ايوه. بالاضافة للميل للتصرف زي ما قلنا بشكل عدائي او سلوك عدواني. صحيح. والبعض منهم قد يتقمص شخصية المعتدى عليه، ان هو قد يكون هو نفسه تعرض للاعتداء او للتحرش في صغره، بيبدا يقوم بهذا السلوك كنوع من انواع الوسائل الدفاعيه المعروفه عندنا في علم النفس، ان هو بيتقمص دور الشخص اللي انتقامي، يعني شيء شخص انتقامي عشان يتخلص من الشعور بالالم اللي بيسببه ليه احساسه ان هو كان ضحيه قبل كده. دكتور ميرفت بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. انا عاوز قبل ما اقفل مع ابونا، بس بعد اذنك ابونا، بنعزي والد نيافه الانبا سوقيلي، سوقيلس اسقف منفلوط، اسقف منفلوط، صادق التعازي لحضرتك، وربنا يعز الاسره جميعا. وايضا بنبارك الانبا ويصا مطران البليانه من شفائه من مرض كورونا، ربنا يتم شفائك على خير ان شاء الله. ويعني صادق الامنيات بالصحه والسعاده يا نيافه الانبا ويصا مطران البليانه. وكان نفسنا نعمل مداخله مع سعادتك لكن للاسف الوقت انتهى. أبونا بشكرك شكرا جزيلا. بالتوفيق إن شاء الله شيخ مصر، وحلقة حلوة جميلة استفدنا منك فيها. لقاء آخر يوم الجمعة القادمة 8 مساء، تابعونا.